أرجو بحضور هذا الاحتفال أجدها فرصة لكي يؤكد أن رسالة القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني ومنهم بنك الكويت الوطني هي رسالة إنسانية تربوية اجتماعية قبل أن تكون رسالة اقتصادية. إنها رسالة تدفع بكفاءات إلى الصفوف الأولى وليس أفضل من أبناء الوطن النابغين الفائقين لكي يتم رعايتهم والاحتفاء بهم. إن رعاية بنك الكويت الوطني لهذا الحفل تأتي إيماناً منا بتكريم وتشجيع هؤلاء الطلبة على هذا التفوق العلمي، وإيماناً منا بأهمية المشاركة في مثل هذه الفعاليات التربوية المهمة لتشجيع الطلبة المتفوقين على تحقيق أهدافهم وحثهم على بذل المزيد من الجهد. اليوم احنا نبارك لعيالنا الطلبة المتفوقين على الثانوية العامة اللي صراحة بيضوها وفرحوا أهلهم، نبارك لهم لأولياء أمورهم. بنك الكويت الوطني دائما حريص على رعاة وتشجيع عيالنا على التفوق وتقديم دائما للأفضل. اليوم احنا السنة 11 على التوالي البنك الوحيد والراعي الرسمي للحفل التكريم هذا. طبعا مو غريب على بنك الكويت الوطني رعايته لحفل وزارة التربية لتكريم الفائقين للسنة الدراسية 2017-2018، وطبعا هذا جزء من مسؤوليتنا الاجتماعية وواجبنا المجتمع من الناحية التعليمية لتنمية قدرات الشباب والاهتمام فيهم لأنهم هم المستقبل.